مساكم الله بالخير. قبل لا أقدم لكم ضيوفي الليلة عيالي، بقول لكم قصة صغيرة تأخذنا من الأمس لليوم. القصة حق شخص كويتي تخرج من الثانوية الصناعية، بعدها تم ابتعاثه عن طريق الأمم المتحدة إلى دورة أجهزة دقيقة ومعجلات في مختبر سيرن العالمي. هذا الكلام سنة 1971. راح تسألون شنو سيرن هذه؟ يا جماعة، سيرن هي المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية، وهي إحدى المؤسسات العلمية المرموقة اللي تحتوي على أكبر مختبر فيزياء لفيزياء الجسيمات في العالم. ومتى تأسست؟ 1954. وين؟ في الحدود الفرنسية لسويسرية. وساهمت هذه المنظمة في تحقيق اكتشافات علمية تاريخية في بيئة تكنولوجية تعتبر الأكثر تقدم، بمشاركة آلاف الباحثين من أكثر من 70 دولة. ركزوا معي بالصور اللي بحطها لكم علشان تشوفون سيرن وتشوفون حجم المختبر اللي تحت الأرض. هذه الصور تحت الأرض، يحتوي على عالم كامل من المختبرات والمكاتب، وعلى مسرع اللي هو أكسيليريتر مال الجسيمات، اللي هو آلة كبيرة تستخدم لإجراء تجارب فيزيائية تتضمن جسيمات ذرية عالية الطاقة. وهذا الجهاز يعمل على تسريع الجسيمات المشحونة عشان توصل سرعتها إلى سرعة قريبة من سرعة الضوء. أبيكم تشوفون بالصورة حجم ومساحة الأنبوب المعدني اللي قاعد أتكلم عنه، اللي راح سويسرا وفرنسا. بس تمعنوا بالصور وشوفوا حجم القطر للأنبوب، 27 كيلو متر تحت الأرض. بس بالصورة يبين لكم الحجم بالخريطة الحين اللي بحطها لكم وتشوفون على الخريطة مالت فرنسا وسويسرا. طيب بعدين شلون نوصل حق هذه المنظمة؟ وهل الكويت عضو فيها نظرا لأهميتها الكبيرة بالعالم؟ الجواب نعم. نعم، الكويت وبكل فخر أصبحت عضو في هذه المنظمة العالمية. وتم مناقشة الأمر مع جامعة الكويت بدعم كامل من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. هذا الحكي في سبتمبر 2019. الصور الموجودة المعروضة لكم الآن راح تبين النقاش التاريخي اللي صار. وشوفوا كيفاس، وشوفوا جامعة الكويت ومؤسسة الكويت تقدم العلمي في هذا الوقت. طبعا من ذاك التاريخ تم ابتعاث 14 شخص من الكويت حق هذه المنظمة العالمية. منهم اللي راح قابلوهم، عشان تعرفون أن الكويت لا تزال تفعل هذا العنصر والتعاون عن طريق مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. هذه شوفوهم، هذه موجودين في الصورة وحاضرين في وقت قبول الكويت في هذه المنظمة العالمية. وطبعا أتاحت كيفاس، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الفرصة حق الطلبة والباحثين الكويتيين، ومهدت الطريق حقهم عشان يوصلون حق الموارد والخبرات في إطار السعي الدائم لتعزيز البحث العلمي وبناء القدرات للوصول إلى استدامة بالمعرفة. هذه قصة بسيطة أعطيتكم إياها عشان تعرفون الإنجاز الكبير اللي سوته دولة الكويت في هذا الصرحين الموجودين، جامعة الكويت وكيفاس. وأيضا تعرفون شلون راحوا عيالنا، ومنهم اللي موجودين هنا عندي هنا في الاستديو. مساكم الله بالخير، شلونكم؟ تمام دو. الحمد لله. شلونك ابو هاب؟ تمام الحمد لله. عبير شلونك؟ الحمد لله بخير. تمام. شلونك روان؟ وطبعا عندنا ايضا بعد اتصال مع ماجد المنيفي من امريكا، ان شاء الله يكون معنا على الخط. ماجد قوه، شلونك؟ خير الحمد لله، بشكر الله. الساعه المباركه، حياك الله. الله يحييك، مشكورين على الاستضافه. انا شوف، انا انت لانك في امريكا فببدي معك اول شيء علشان نسولف معك. أنا اللي أعرفه رقم واحد أنت من الطلبة المتفوقين في دولة الكويت، صح؟ أي نعم، كنت مع مركز صباح الأحمد موهوب الإبداع. يعني أيضا من مركز صباح الأحمد. بس شنو كم كانت نسبتك بالتفوق إذا تذكرها؟ كانت بداية 99. ما شاء الله ما شاء الله. الحين وين تدرس أنت الآن؟ وين قاعد في أمريكا؟ جامعة دوك بنورث كارولاينا. أي، وشنو تدرس هناك؟ أدرس هندسة كمبيوتر وعلوم الكمبيوتر. طيب أنت شلون
شلون دشيت في الكورس مال سيرن؟ بالبداية طلع لي بوست من حساب كيف بس اي وكيف صاروا اعلان عن الدورة الصيفية، فشفت الريكوايرمنتس والحمد لله كنت استوفي الشروط، اي فكان في لينك على رابط تقديم في سيرن واللي اي هو خاص بسيرن، فقدمت من خلالهم شهر 12 اي والحمد لله وصلت قبول شهر بداية نهاية شهر 3 بداية شهر 4، اي ومنها تواصلت مع الأفس اللي ما قصروا وسهلوا لي الدرب اني اروح والحمد لله خلصنا. الحين انا الحين سؤالي، انت بامريكا شلون طرت من امريكا رحت فرنسا ولا رجعت الكويت ورحت مع مجموعه كيفاس اللي راحوا؟ انا خلصت دوام اول 5 فرجعت قعدت شهر بالكويت ومع اهلي، من بعدين طلعت من الكويت رحت على جنيف، بعدين من جنيف على طول على امريكا. الحين انا من بالبدايه لما تكلمت قلت ان هذا تحت الارض صح؟ اي نعم. شنو اللي شفته تحت الارض؟ فتحت الارض هو اكسلريتر يرسلون نفس بروتونات على دائره قطرها 17 ميل واللي تمتد تحت جبال وتحت بحيرات، وبعدها يصير صادم ويجي عشان يقيسون شنو يطلع منها. فاحنا اشتغلنا بمبنى فوق، كان شغلنا كان كله سوفت وير، ولكن الحمد لله حصلنا على التجربه، نزلنا وشفنا الاكسلريتر من داخل. انصدمت من حجم المختبرات اللي تحت الارض في سيرن؟ اي نعم، يعني حجمه كان كبير جدا، وغير ذلك كميه المشاريع الصغيره اللي قاعد تشتغل مع بعض، كل مشروع منفصل الا ان كلهم يساعدون الى نفس الهدف وكلهم يصبون بنفس الهدف، فكان جدا شيء معقد شلون انا قاعد اشتغل بمشروع وزميلي قاعد يشتغل بمشروع مختلف تماما الا ان كلنا قاعد نشتغل على نفس الهدف وكلنا قاعد نشتغل على نفس المشروع الكبير. ايش كثر قعدتوا ماجد هناك في الدوره هذه؟ انا قعدت شهرين، شهر 6 وشهر 7. شهرين، شنو استفدت من الشهرين؟ انا اقول استفدت اكثر من شغله، الشغله الاولى والشغله البديهيه هي الجانب التكنيكال، فتعلمت لغات برمجه جديده، تعلمت على جانب كبير من علوم الكمبيوتر اللي ما عمري سمعت عنه. بس الشيء الاهم اللي هو السوفت سكيلز اللي تعلمتها، لما تشتغل بكولابوريشن كبير مع افضل علماء افضل مهندسين بالعالم، فعلا تجربه ماكو مثلها بالعالم، وقدرت اشتغل مع ناس عندهم خبره 20 25 سنه في هذا المجال، فتعلمت اشياء وانحطيت ببيئه ما عمري انحطيت فيها قبل. هل الاشياء اللي تعلمتها ما اقدر اتعلمها بمدرسه ولا بدوره؟ لازم انحط بموقف اللي اتعلم منه، والحمد لله قدرت اتعلم وايد اشياء من ناحيه البروفيشناليزم والسوفت سكيلز. طيب هل تنصح ان الطلبه، لانكم انتم طلبه وما شاء الله يعني التقدم العلمي من اليهال وهم صغار قاعد ياخذونهم دورات، هل تنصحهم بالمتابعه مثل ما انت سويت؟ وهل انت راح تتابع تاخذ بعد كورسات ثانيه مع كيفس؟ اي نعم 100%، يعني صراحه هالدوره كانت من افضل الدورات، وكان اللي اتعلمه بمدرسه كان دائما حبر على ورق، كنت اتعلم الجانب النظري من الاشياء، والحصول اني اطبق هذه الاشياء اللي تعلمتها بصرح علمي مثل سيرن كان تجربه ممتازه جدا. وغير ذلك كيف استوفر اكثر برامج، واللي فادتني انا ايضا خلال مرحلتي بالمتوسط والثانوي مثل برنامج الشيف ساينس اوفيسرز والاكثر برنامج ثاني، ففعلا برامج كيفس تعطيك مهارات اللي ما تقدر تتعلمها داخل كلاس ولا داخل دوره. انت شعورك غير لان انت ولد كيفس، لان انت من اكاديميه صباح الاحمد، فبالتالي من نشاتك انت وياهم، وللحين وانت بعيد في بعثه ايضا قاعد تروح كورسات معاهم، فهذا يعطيك نوع من الولاء لهم بعد ايضا. ها اي اكيد، يعني صراحه كيفس كان لهم اثر في كل نقطه بحياتي، واشكرهم من هذا المنبر، يعني صراحه بالمرحله المتوسطه وحتى الابتدائي الى يومك هذا، وكل مرحله وكل سنه كنت اشارك معاهم باحد برامجهم. الله يحفظك ماجد، اخليك ودير بالك، ترى انا قاعد اتابع فريقكم مال دوك مال الفوتبول ذاك اليوم لاعبين مع التايجرز، مو شيء ترى لعبكم، دير بالك ها. الله يحفظك. بالتوفيق ان شاء الله، بالتوفيق. هذا راي ماجد، الحين بعرف انا حتى ما سالته، نسيت اساله، شنو اهلي شنو كان شلون عرفتوا عن الكورس الوهاب؟ الله يسلمك. الله شفت الاعلان الرسمي من اللي كان نازل من كيفاس. اي تمام، وكان في رابط حق المنظمه نفسها، فدشيت على الرابط. احد قال لك ولا بروحك؟ لا انا بروحي شفت شو اسمه، يعني تتابعهم؟ اي كان ضايفهم. اي زين، فمن شفت الاعلان وشفت الرابط اللي موجود هناك، وايضا كان في تشجيع من القسم، فشفت قدمت على الرابط هناك، وكان في يعني قدم السيره الذاتيه. اي تمام،
وبعد ما قدمت على السيارة الذاتية توصلهم هم المرشدين اللي هناك في سير، وبعدها هم يشوفون يعني يشوفون السيارة الذاتية وبناء عليها يكلموني على القبول. يعني كيف ما تدخلوا في الاختيار، الاختيار يعني من المنظمة دايركت؟ لا كان الخيار من خلال المنظمة نفسها. بروحهم. اوكي. استانسوا اهلك يوم قبلت؟ اي وايد. صدق والله؟ اكيد. يعني مفخرة ترى منو يقدر يروح حق هالمنظمة العالمية؟ أرى شلون؟ فأنت قلت لي قاعد تناقشونها في القسم، يعني في الجامعة ناقشتوها الأمر؟ إي تواصل معنا الدكتور فواز، فواز العازمي، وقال لنا ترى هذه فرصة وايد حلوة، زين، وأتمنى أنتم تكونون فيها. فأيضا شفنا يعني من بعد ما كلمنا فتشجعنا زيادة على أن نقدم على برامج مثل هذه. عفوا عبير، روان شلونكم؟ شنو شعور لها لما قبلتوا في الكورس مال المنظمة العالمية هذه؟ والله كانوا مستانسين حيل، وحتى شجعوني زيادة اني يعني قالوا لي قدمي وروحي. بس ما حد راح وياكم ها؟ بروحك ها؟ لا انا ابوي راح معي. لا وين قاعد انت؟ انت قاعدة هم عندهم سكن عدل؟ لا احنا سكننا برا. بس كنا نروح يعني كنت اروح بالباص وارد بالباص، وبعض المرات هو كان يوديني ويرد. واي ساعة كنتوا تروحون؟ كنا نطلع تقريبا من الساعة 8 للساعة 5. من 8 للـ 5؟ ايه. روان انت بنفس جروب وياها ولا جروب ثاني؟ لا جروب ثاني، احنا اللي سافرنا من الكويت ما اشتغلنا مع بعض بجروب واحد، كل شخص. بس انتم ما تعرفون بعض من الكويت عدل؟ ما نعرف بعض من الكويت، شفنا بعض بالاورينتيشن اللي نظمتها لنا كيفاس. اوكي. تعرفنا على بعض ان احنا بنسافر مع بعض وكذي. هذا قبل لا ندري عن المشاريع اللي راح يقولوا لنا عن الشغل فيها. فلما قالوا لنا عن المشاريع واللي احنا ما راح نشتغل مع بعض كلش هناك، بس كنا نشوف بعض يعني بالحول السكن. انا سكنت السكن اللي داخل بالمنظمه داخل، فكنت يعني من داخل يعني، حتى كان الاوفيس مالي يم السكن، فكنت يعني بس اشتغلتي بجروب وياهم؟ لا مو معاهم. ما وزعوكم ها؟ وزعونا، ما لنا شغل ببعض كلش يعني، بس اقول لك نشوف بعض وقت الغداء، اشوف بعض عقب الدوام كذي. شنو كان رده فعلكم لما شفتوا حجم المختبر تحت الارض؟ أنا صراحة لما شفت الصور اخترعت. صدمنا. يعني والله صدق؟ إي يعني هم جزاهم الله خير من البرنامج اللي نظموه لنا. نظموا لنا مثل فيزيتس حق مختبراتهم، يعني عديد من المختبرات، وواحد منهم كان هذا الطويل الكبير اللي قطره 27 كيلو. 27 اللي كيلو. تحت الأرض هذا تفتر فيه شو اسمه؟ بس احنا يعني زرنا بوينت واحد من هذا اللي قطره 27. بوينت واحد بس منه صغير تحت. كان 100 متر تحت الأرض. 100 متر تحت الأرض. بس احنا ما نزلنا 100 متر كاملة، نزلنا تقريبا 80 متر، لأن بالفترة اللي احنا زرنا فيها سيرن كان قاعد يشتغل، يعني الأكسلريتر كان قاعد يشتغل وكان في مجال مغناطيسي وايد كبير، فبهالفترة ما يصير احد يكون يم الجهاز نفسه وهو قاعد يشتغل، فما قدرنا ندخل لداخل، بس ورونا حوله من برا شلون شكله وشرحوا لنا عنه بالفيزيت، كان يعني وايد ممتع صراحه. وانتي عبير؟ والله انا لما رحت صراحه انصدمت من حجمه، يعني حجمه حيل كبير، ما توقعت انه في شيء بهالحجم وتحت الارض. يعني الطريقه اللي نزلوه فيها يعني استغربت شلون نزلوا هذا الجهاز الكبير تحت الارض. طلع نزلوه على مراحل، يعني اكثر من مرحله، وطول يعني نزول الجهاز هذا طول وايد، اخذ فتره طويله على ما نزله كله. طيب عدينا الصدمه الاولى، كل واحد فيكم راح فريق مختلف، انت كمبيوتر عدل؟ اي انا علم كمبيوتر. وانت كمبيوتر عبير؟ وانت هندسه شنو؟ هندسه كمبيوتر. وبس وزعوكم، ما حد مع الثاني؟ اي لا كان كل واحد بفريق مختلف يعني. جروب. اي شلون الجروبات اللي وياكم؟ يعني انت جروبك كان مع منو؟ انا اشتغلت مع سوبرفايزر ايطالي. كان هو يعني ما شاء الله 20 سنه شغال على التجربه اللي مشروعي لا علاقه مباشر فيها، فيعني كان لما تاخذ تسولف وياه وتاخذ تعطي وياه كل هذا كان يعني شيء وايد مفيد بالنسبه لي يعني. ترى شيء قوي. انت قاعد تتكلم عن تقريبا علماء في المجال هذا، وانت قاعد توك في الجامعه قاعد تسولف وياهم، وهم ليل نهار شقالين على التجارب. اي بالضبط. وانت عبير؟ انا هم من نفس الشيء، يعني اشتغلت مع الدكتور اندريا، هم كان يعني هو مو السوبرفايزر الاساسي، كان تحت سوبرفايزر، فلما اشتغلت يعني معاهم طبعا يعني المعلومات اللي عندهم ما شاء الله
يعني ما تلحق من كثر المعلومات، يعني لو تقعد معهم من اليوم لباكر ما تخلص المعلومات، كل شوي يقول لك معلومه جديده انت ما تدري عنها. جروبك كم واحد او كم وحده ولا انت بروحك؟ لا انا بروحي. بروحك وروان؟ انا بروحي بعد. اي يعني هيد تو هيد شو اسمه التوترينج ها؟ والله شيء يخرع. طيب ممكن افهم شنو المهارات اللي اكتسبتوها؟ يعني ماجد قال لنا وجهه نظره، شنو المهارات اللي اكتسبتوها؟ شنو اكتسبتي لما رحتي المنظمه؟ 8 أسابيع قعدتي هناك ليل نهار مجابله التوتر هذا او العلماء اللي عندهم هناك والباحثين. انا مشروعي كان سوبرفايزر مالي ما له اي علاقه بشنو المشروع عنه، يعني ما كان يعرف ولا شيء لانه اشتغلت على سوفت وير، فسوبرفايزر مالي يشتغل على البروجكت مالهم الكبير. أي. فمو تخصصه اصلا كمبيوتر، فكان بس قال لي هذا المشروع وهذا هذه اللغه اللي راح تستخدمينها، انت تعلميها يعني بروحك وانت يعني انت اشتغلي عليها، واذا عندك اي سؤال يعني بحثي، يعني ما كان في عرفت اللي كان المفروض انا اللي ابحث وكذا. فانا يعني رحت ودورت وتعلمت هاللغه بفتره قصيره اول شيء، وبعدين اشتغلت على المشروع وكملت. من 8 للساعة 4 او عدل 5 العصر ايش كنتوا تسوون؟ اشتغل. ما خلاص ماكو شيء اسمه وقت، يضيع الوقت عندكم ها؟ في من ضمن البرامج اللي نظموها لنا سيرن يعني كانوا مسوي لنا كلاسات او لكتشرات 3 تقريبا كل يوم. أي. ويتحكون عن توبكس مختلفه، يعني مو بس عن الفيزياء، لان انت شايف احنا تخصصاتنا ما لها علاقه بالفيزياء، فما راح نستفيد اذا كلها تحكوا عن الفيزياء، لا تحكوا عن علم الفضاء، تحكوا عن الالكترونيات، يعني اكثر من محاضره كنا يعني نحضرهم من 9:15 لاظن 12 ونص شيء كذي. طيب. يعني وايد صراحه وايد استفدنا منهم، فهذه الفتره يعني احنا اذا ما عندنا شغل مهم او ما عندنا ميتنج مهم نحضر اللكتشر. اي. غيره لازم نشتغل، عرفت؟ فعقبها لا، يعني عقبها لانش بريك بسيط بعدين. الساعه 5 تردون السكن انهاك تامل كامل عبير ها ماكو؟ اي ماكو خلاص. ماكو وقت حق الوناسه ها؟ اي اردت اي الفراش. بس هذا اخذكم الى بعد جديد عبد الوهاب ها؟ اي اكيد، يعني انت لما تشتغل خصوصا البيئه هناك وايد مناسبه حق الشغل. فانت تخيل انت يوميا قاعد تروح تشتغل هالكم من الساعات، فالفرصه هذه يعني ما صعب انك تطبقها بالكويت يعني او حتى في اي مكان ثاني. يعني بقول انت الكويت تروح ساعه وترد ساعتين وتروح هناك لا مستلمينكم 8 للـ5 ما حد يطلع الا لانش بريك على قولتك ها؟ أي. فيعني دششوكم في عالم مختلف. بالضبط. زين ساعه 5 تعبتوا بس تروحون الارهاق ما تطلعون ما تمشون؟ سوقه بنات بلى رحنا يعني طبعا احنا قاعدين شهرين يمكم جنيف يمنا لا ما نوصل لجنيف، جنيف يعني ابعد فيها 20 دقيقه بالترام. فنكون تعبنا ناخذ هال 20 دقيقه يعني مو خلال اسبوع، لا نروح في كان في مول قريب يعني يمكن 10 دقائق بالترام. وغرامكم مول. اي اوكي. وكان في كنا يمكن ما ناكل عدل وقت الغداء، فكنا نروح ناكل عقب، عرفت كذي يعني كل يوم في كل يوم يعني كنت شوي ترفهون عن نفسكم شوي. اي اي نسوي لنا فعاليات، يعني مثلا واحده من جروبنا امنه الكندري شرت كروت اونو، وقمنا كل يوم بالليل جروب معين عارفين بعض نلعب، نقعد هالساعه الفلانيه هالوقت الفلاني نقعد نلعب. وانت ايش كنت تسوي؟ مجموعه ايش كثرهم؟ انت بروحك كنت ها؟ اي لا ما يحتاج. انا عاده لما اخلص شوف عادي اذا عندي كم مشوار جمعيه مني من هناك. زين تطبخ؟ بلشت اطبخ. لا صدق والله. اي والله. زين ف شو اسمه غير هذا جت فتره خذيت لي فيها قاري فاروح فيها، خصوصا المكان هناك وايد حلو فكنت اروح في مسافات يعني. اي بعدها مو زين كله دراسه وتعب تعب لازم شويه. اي لازم شويه لازم شويه. بس ما كنت تروح المولات معاهم؟ ما تشوفون بعض هناك انتم؟ خلاص ما لكم احتكاك مع بعض؟ بلى نشوف بعض يعني الكافتيريا كذي بس بعدها خلاص ماكو ما من التعب ما تقدرون. صدفه يعني بعض المرات تصير صدفه نشوف بعض بس مو دائما. الويكند وين تروحون بالويكند؟ الويكند نروح مناطق ثانيه. اي قمت تطلعون استكشاف ها؟ ايه. استكشاف. شنو رده فعلكم حق الناس اللي قالوا؟ شلون كانت ردة الفعل حق الرحلة وحق اللي شفتوه في سرن؟ لأن هذه منظمة من سنة 54 أكثر من 70 دولة، آلاف الباحثين، آلاف الأبحاث سووا. يعني أنا لما قريت عنها تعبت وأنا أقرأ، وخصوصا لما تكلم أن هذا الأكسلريتر اللي يفتر تحت الأرض اللي قطره 27 كيلو
يعني يبون يوصلون حق سرعة الضوء، هذا شيء احنا ما نحلم فيه أصلا، وهذيلا قاعدين يعني يسوون هذا الشيء. وانت وقلتوا انت قلتي انه وصلنا على عمق 80 متر بعدين قالوا وقفوا لان الاكسلريتر شغال قاعد يفتر، فبالتالي يطلع اشعاعات وهذا خطر. هذا كلها تجربه كبيره حق حق واحد يعني، او حقكم انتم بالجامعه. شنو ردت فعلكم كانت لما رديتوا؟ اي يعني انا اكثر شيء عجبني هناك ان السوفت وير اللي هناك وايد متقدم. أي. فانت يعني لما تكون دائما شغال فيه يفيدك، وبعدين يعطيك افكار حتى ان انت ممكن تطبقها بالكويت. أي. فتجيب العلم اللي انت تعلمته هناك وتطبقه هنا بالكويت، وتشوف يعني في وايد اماكن تحتاج الخبره مثل هذه. وانت نفس الشيء، يعني احنا ليش رايحين هناك اذا ما راح نتعلم ونطبقه هنا؟ صح، يعني لازم نطبق الاشياء اللي تعلمناها هنا ونساعد ان نطور من الاشياء اللي تعلمناها. مو غير كلامهم، يعني نفس الشيء، رحنا هناك تعلمنا، قعدنا مع ناس علماء وايد يعني وايد كبار فاهمين باللي يعني لهم خبره 20 30 40 سنه، فيعني وايد تعلمنا اشياء حتى برا تخصصاتنا. يعني انا كنت رايحه بس علمي الوحيد كمبيوتر وهندسه كمبيوتر، لا تعلمت اشياء برا هالتخصص، برا هالنطاق، عرفت؟ ف يعني وايد استفدت من هالتجربه، كانت وايد ممتعه. شنو الحين انتوا قدمتوا على تقدم مؤسسه الكويت التقدم العلمي، خلصتوا ورحتوا هناك، منو كان يتابعكم؟ دكتور فهد. ما قصر فهد زمان. فهد اكيد قاعد يتابع الحين، خايف على عياله. قاعد يتابعكم الحين فهد زمان، مساك الله بالخير اخوي المسكين، ليل يوم هو يتابعكم، ها تصاريحهم شغلهم، ها وصلوا تكفى ابو بشاري قاعد يتطمن عليكم، بس هناك كان يتابع احوالكم كلها. المؤسسه كانت تتابع شغلكم. ما قصروا معنا حتى يعني لاخر شيء، اعتذر مسكين يقول انا اذيتكم يمكن وايد، يعني وايد سالت عنكم وايد هذا، بس بالعكس يعني ما حسسونا ان احنا بروحنا، يعني في احد ورانا بالكويت. هل هذا يعني ان انتم راح تظلون تتابعون تشوفون شنو الكورسات اللي تتناسب وياكم؟ أكيد, اكيد اكيد، يعني حتى انا مفكره ان شاء الله اذا بقدم ماجستير اروح هناك، لان طريقتهم كتابه البحث وايد غير تفرق. يعني هناك كتابه بحثيه صدقيه، يعني علمو، يعني لما رحت هناك انا تعلمت هذا الشيء، هذه الشغله اللي ما كنت متعلمتها اساسا هني. يعني هني ما يعلمونك مثلا طريقه الكتابه العلميه، اما هناك لا، ينفذونها طريقه علميه بحته. وراح تتابعون كيفاس والكورسات اللي يقدمونها، يمكن تلقون شيء. انا سجلت. سجلت شنو؟ دورة موبايل ديفلوبمنت، تطوير برامج. صار مخامة قبلها ها؟ اي خلاص. بس تدش وتسجل ها؟ اي. هذه وينها؟ بتصير بالكويت ولا برا؟ اي لا هذه بالكويت. بالكويت. اوكي. وانتوا بتتابعون عدل؟ اي. شيء تمام بتنقونه ان شاء الله. انا وايد استانست لقائي وياكم، واستانس لما اشوف عيال الكويت فعلا يعني قاعدين يجتهدون عشان يردون الجميل حق ديرتنا. وهذا اللي يخليني ابتسم واشوف ان انتم رحتوا وتعبتوا عشان انتم لما تكبرون وتخلصون راح نستفيد منكم كلكم ان شاء الله. اسال الله يحفظكم ان شاء الله والله يوفقكم. مشكورين مؤسسه الكويت التقدم العلمي على اللي سويتوه حقهم وقاعد تسوونه حق جيل كبير كله مهمته الاستدامه بالمعرفه. حفظوها ها؟ حفظينها. حفظتها ها؟ حفظتها. عافيه. كفو عليكم. خليكم وياي، رادي لكم في غالي الكويت.